يا مساء الخير. بما انه قايم حظ الجبنه الفته، والله يرزقنا حظها، احنا مش بنحسد، احنا بنقر بس. المهم قررت اعمل حاجه لذيذه بالفته، يعني يمكن لعل وعسى تطلع ترند ونخلص من الباستا اللي بالفته دي. جبنه فته، ده عين جمل او اللي هو الجوز او ورمان ونعناع، وتعالوا نشوف هطلع لكم ايه منهم. هفرم الجوز او عين الجمل، كفايه كده قوي يعني، خليناه لا كمان ضرب، كفايه كده ورشناه حطوا عليها. دلوقتي هاخد ورق النعناع، ده ورق بس بدون الأعواد، اوكي، وهو كمان هنفرمه، تمام، وضيف عليهم ورق النعناع. واخلطهم مع بعض. اوكي كده جاهزه. هاخد طبق صغير واحط جواه كيس نظيف، واحط الخلطه دي جوه الطبق. شو ميك جبنه ريلي ريلي ادي البسكوت. ايه كوره كوره نحاول نخليها كرة حلوة. تمام كده كورناها، هنحط الرمان ونعمل لها كده ايه كفر بالرمان، حبوب الرمان عليها من تحت. لا هلبس جلافز بقى وايه وبايدي. وده هيكون شكلها، حط طبق وجواه طبق، حط بسكوت او اي حاجه، خبز محمص يكمل من ده. شوفوا دي معدية درجة لذيذة، خلطة بتركيبة رهيبة أليمة، يعني معدية كلمة لذيذة من زمان.